كي تكتشف الشعوب نفسها عليها الاستعانة بالمسرح، فالثقافة تستند إليه إضافة إلى الخبز. هكذا يرى الأديب الألماني برخت. في الأنبار ينشط المسرحيون ويغيب المسرح. هنا داخل مبنى الشباب والرياضة تقام العروض في قاعة بسيطة. المسرح يحتاج إلى مكان مستقل لأن تحدث بعض النشاطات ويحدث بعض التقاطعات من ناحية النشاطات، يجب أن يكون له مكان مستقل حتى يبين العمل المسرحي بأبهى الصور. ويعتمد المسرحيون على جهودهم الذاتية كصناعة الأزياء والديكورات، فيما تتجه عروضهم نحو المسرح المفتوح لحل مشكلة غياب المسارح. ده نشتغل بجهود ذاتي، يعني لا يوجد دعم من الحكومة المركزية ولا الحكومة المحلية اللي موجودة في محافظة الأنبار. نتمنى أن يقدمون الدعم للفن والفنانين في محافظة الأنبار حتى نرتقي أكثر، نقدمه بجهد ذاتي، فما بال أنه إذا دعمونا ودعموا الفن يمكن نصل على مستوى عربي وعالمي. بناء المسارح يكون على شكل مدرجات حتى مستوى نظر الجمهور كله يكون بدرجة واحدة بدرجة متساوية باتجاه منصة المسرح. العام عملنا مهرجان المسرح المفتوح ونفذناه بخمس محطات من أقضية المحافظة. لعدم وجود مسارح ارتئينا أنه نذهب إلى الناس، إلى حدائق الناس. نقابة الفنانين وتزامنا مع حركة إعمار المحافظة تتحرك لإنشاء بنايات لها تتضمن مسارح نموذجية. المحافظة وعدتنا خير إن شاء الله، نحن في كنقابة فنانين أيضا في بناء مقر نقابة جديد سوف يكون فيه مسرح، نقدر نقول مسرح مهيئ وبكافة المستلزمات، فضلا عن أنه يعني بالخطة القادمة المحافظة تشتغل على أساس توفير قاعات كبيرة خاصة بالمسرح وتستوعب يعني أكثر من 800 كرسي. نافست العروض المسرحية الأنبارية أعمالا عراقية وعربية وحصدت جوائز فنية عديدة، وهي تتطلع إلى إنشاء مبنى خاص بها في قابل الأيام. نبيل عزامي، يو تي في، الأنبار.